كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة قربنا من رمضان، والحقيقة رمضان مناسبة جميلة للعبادات، وان احنا بنحب نخلي اطفالنا والمراهقين يشاركوا معنا العبادات، سواء الصيام او الصلاة والتراويح. لكن احنا عندنا بعض التحفظات للأطفال والمراهقين خلال فترة الصيام، لازم يتبعوها بشكل صارم وجيد علشان يقدروا يعدوا الفترة بسلام. مهم عشان المراهقين بيحبوا دايما يصوموا في رمضان، نحب نقول لهم ان لازم يكون السكر بتاعهم متظبط من الأول قبلها بكذا شهر، وبيكون بيتبع القرارات اللي بيقولها له الطبيب من حيث الأكل، وإنه يعمل قياسات للدم بصورة منتظمة. لما بنيجي في رمضان بيبقى عندنا حاجة مهمة جدا، إن إحنا بنضطر نحلل السكر من مرات تقرب إلى 10 مرات، ودي طبعا تعتبر مرات كتيرة لقياس السكر في اليوم، عشان إحنا بنخاف قوي إن أطفالنا والمراهقين يدخلوا في نقص سكر، ومش لازم كل مرة في نقص السكر تبان لنا الأعراض، ممكن يبان يحصل نقص سكر من غير ما أعراض نقص السكر تبقى واضحة. عشان كده خطورة الصيام بالنسبة للمراهقين والأطفال، لأن احنا بندي إنسولين، ما بنعتمدش على الإقراص في المرحلة العمرية ديت، والإنسولين بيبقى قوي بشكل أنه ممكن يدخل الأطفال عندنا والمراهقين لنقص السكر. كمان مهم جدا ان احنا نعرف الارقام اللي احنا لازم نوقف عندها الصيام. لو قل من 70 ده معناه ان احنا مرحلة خطر، نحتاج ان احنا نوقف الصيام من غير ما نزعل، لان ربنا ادانا رخصة ان احنا نفطر لما يكون عندنا نقص او عندنا خطر يهدد حياتنا. نزول السكر بسرعة ممكن وارد، وعلشان كده ما نستناش اكتر، وانس ان احنا حللنا لازم ان احنا نقدر نوقف الصيام ونبتدي ناكل، علشان ما ندخلش في الاعراض اللي ممكن تكون صعبة وما نحبش ان احنا نمر بيها. طبعا ده بيتطلب منا ان احنا نبقى عارفين قوي واجباتنا في الفترة ديت، نعرف ان احنا واحنا مراهقين واطفال عندنا عوامل كتيرة قوي بتدخل في ضبط نسبة السكر في الدم، مش بس الاكل ومش بس الانسولين، احنا عندنا هرمونات اخرى بتعاكس الانسولين، عندنا النشاط بتاعنا، الضغوط اللي ممكن تبقى موجودة في المذاكرة او في الرياضة، دي كلها عوامل اخرى بتحدد نسبة السكر في الدم، فعشان كده ده بالنسبة لنا مهم. الحقيقة لازم نعرف ان مش بس نقص ممكن يظهر، ممكن تصل لنا ارتفاعات عالية لو النقص حصل واحنا ما اخدناش بالنا منه، والجسم يبتدي يدافع عن نفسه لو احنا ما دافعناش عنه. الحقيقة معقد شوية الصيام في البالغين والأطفال، محتاج تعاون جيد من الطفل أو المراهق مع أسرته ومع الطبيب المعالج، يكون واخد تثقيف سكري جيد جدا جدا، ويكون نسبة الهيموجلوبين السكري في الفترة السابقة للصيام كويسة، يكون هو منتظم بشكل كبير. وإحنا طبعا بنقول كل سنة وانتم طيبين، إحنا عايزين أولادنا يبقوا بصحة جيدة، رخص الفطار موجودة، ما عندناش مشكلة ان احنا نفطر بدام هنأدي الواجب اللي علينا، ونخلي بالنا على صحتنا، وكل سنة واحنا طيبين كلنا.